وزارة الدفاع الروسية نشرت صباح اليوم فيديو ظهر من خلاله وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو وهو يقوم بزيارة لمنطقة العمليات الخاصة في دنباس، أين تفقد القطاع العملياتي الغربي والقوات الروسية التي أثنى عليها وزير الدفاع الروسي في هذه الخرجة التي تعد الأولى له منذ أزمة التمرد المسلح لحركة فاغنر، خاصة وأن الكثير من المراقبين كانوا يؤكدون بأن شيغو كان من أحد الأسباب التي دفعت بقائد مجموعة فاغنر لإعلان التمرد المسلح ومطالبته بالإطاحة بوزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو وقائد الأركان الروسية فاليري جيراسيموف. هذا الفيديو الذي ظهر فيه شيغو اليوم وهو يتفقد منطقة العمليات الخاصة أثنى من خلاله على أداء الجيش الروسي ضد التشكيلات والقوات الأوكرانية، كما أصدر وأوعز بعض التعليمات للقيادة المركزية العملياتية الغربية في هذه المناطق، مؤكدا على ضرورة تكثيف النشاط الاستخباراتي لرصد حركة العدو وردع أي محاولة من طرف القوات الأوكرانية لخرق الدفاعات الروسية. أولى أيضا وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو أولوية قصوى لإيصال المعدات اللازمة وذخيرة للقوات الروسية والتشكيلات الروسية في خط الجبهة في منطقة دونباس، خاصة ما تعلق بالقوات الروسية المرابضة في جمهورية دونيتسك. ربما الكثير من الرسائل التي يمكن أن تقرأ من خلال هذه الزيارة والخرجة الميدانية لوزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو، خاصة وأنها الأولى له من نوعها منذ التمرد المسلح لحركة فاغنر. هناك من قرأ هذا الظهور لوزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو بأنه يعكس ثقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو، وبأن التغييرات التي تحدث عنها الكثير من الخبراء في صفوف وزارة الدفاع الروسية ربما لا تعني وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو. هناك أيضا من قرأ في خرجة وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو إلى منطقة العمليات بأنها تعكس تمسك وزير الدفاع بمخططات الجيش الروسي الرامية إلى تحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة، خاصة أيضا وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بأن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي للعملية العسكرية الخاصة وتحقيق كل الأهداف التي تحدثت عنها روسيا منذ بداية العملية والنزاع المسلح مع القوات الأوكرانية. هناك أيضا من تحدث كاترين بأن الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الروسي الذي ربما سيكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء سيبحث مصير بعض القادة في وزارة الدفاع الروسية، من بينهم قائد الأركان الروسية فاليري جيراسيموف على خلفية الأحداث الأخيرة الأمنية التي شهدتها روسيا وما سمي بالتمرد المسلح الذي قاده قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين. طيب ماذا توضح عن مصير قوات فاغنر بعد هذا التمرد، وهل ذكر شويغو خلال هذه الزيارة أي معلومات حول أي تغييرات في وزارة الدفاع؟ كاترين، البيانات الرسمية التي نشرت حتى هذه اللحظات من وزارة الدفاع الروسي أشارت فقط إلى زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو إلى منطقة العمليات الخاصة وتفقد الخطوط الأمامية وإصدار بعض الأوامر لتجديد حركة الاستخبارات وإمكانية رصد العدو وردع كل التحركات للقوات الأوكرانية، دون الإشارة إلى مجموعات فاغنر. لكن ربما عندما تحدث شيغو على القوات الاحتياطية والتشكيلات الجديدة التي شكلت وأعطى بعض الأوامر لضرورة التكفل بهذه القوات الاحتياطية، ربما تدخل في هذه القوات الاحتياطية بعض عناصر مجموعة فاغنر، خاصة وأن الاتفاق المبرم بين قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين والكرملين بوساطة الرئيس الروسي
الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكا يقضي بشكل مباشر بان بعض عناصر مجموعه فاغنر يمكنهم ان يوقعوا عقود بشكل مباشر مع وزاره الدفاع الروسيه ويتعاملوا او يعملوا تحت اوامر وزير الدفاع الروسي وقائد الاركان الروسيه فاليري جيراسيموف بشكل مباشر. شيكو حتى هذه اللحظات لم يتحدث عن عناصر مجموعة فاغنر، لكن بشكل عام تحدث عن التشكيلات الجديدة وقوات الاحتياط التي تشكل عادة من المتطوعين ومن من يمتلكون خبرات في القطاع العسكري، خاصة أولئك الذين عملوا في وقت سابق في الشركات الأمنية. أشكرك من موسكو يوسف بيغار مراسل الغد.